السجن ده فعلا كان تجربه روحيه. روحيه دي تبقى خالتك يا وسيم، انت هتعمل لي فيها نيلسون مانديلا. خبيني في قلبك. بس يا اسراء روحي استخبي في اي كباريه هنا، اكيد كلهم عارفينك زي ما بتستخبوا من البوكس. يا ماما خسي شويه، الخدود واللغد دول. خدود ولغد؟ ده انت دراعك بس قد جسمي كله. ماسو ماسو، هو عادي يا مجرم، ابعد عني. مجرم؟ ويعني انت خارج بالفورس هيزل؟ اللي فيكم هيدلني على مكان شويكار انا هسيبه. بجد بجد يا مازو هتسيبه؟ هسيبه يعيش 10 دقايق زياده عن الباقيين. متقلقش من اي حاجه طول ما معاك العبد لله. يا سلام يا عم تنيل، ده انت اول واحد في فرقتنا اتمسك.